أهلا وسهلا بك عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي دولمة الزيت، أي دولمة الخضروات. طبعا دولمة لذيذة جدا، تقريبا تركنا ناكل دولمة اللحم لأنه هذه أطيب. تعالي وياي حتى أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل والمقادير. دولمتنا لهذا اليوم هي دولمة الخضروات أو دولمة الزيت. راح نحتاج لها طبعا هنا عندي بصل مقطعته، بصل وثوم مع بعض قطعتهم ناعم. احتاج لها عندي هنا من حفرت الباذنجان والشجر او الكوسة، احتفظت باللبة وقطعتها بهذا الشكل. واحتاج باقلة هي او الفول الاخضر مقشر، طبعا هكذا مقشر الفول. وعندي معجون طماطم، ملعقتين طعام معجون طماطم. واحتاج لها بهارات وقليل من الكاري وفلفل اسود وملح وليمون الحامض. هسه راح اخلي البصل عندي هنا اقلي شويه. طبعا خليت 3/4 الكوب زيت، لانه هذه دولمة الزيت. اقلبهم شوية على النار، بعدين راح اضيف لهم باقي المواد. بعد ما حمرت البصل والثوم شوية خليتهم على النار، راح اضيف باقي الخلطة، هي الباذنجان وال عندي لب الكوسة، واقلبهم هذولا ايضا شوية على النار يذبلون. واخر شي راح احط الباقلة الخضراء. بعد ما ذبلت عندي شوية هذه المواد راح اضيف لها الباقلة الخضراء اللي عندي ايضا. واقلب ايضا، اضيف انا الكاري اختياري. اذا انت تحبين كاري بالدولمة او ما تحبين هو اختياري، بس انا افضل احط كاري. حوالي نصف ملعقة طعام كاري، ملعقة طعام بهارات زايدة لان انا احب البهارات بالاكل. هذه اللي حطيتها بهارات مشكل، فلفل اسود ملعقة، حسب انتم ما تحبون الاكل حاد او غير حاد تقدرين انت تتحكمين بالفلفل الاسود. انا دا احط ملعقة طعام فلفل اسود. بعدين عندي الليمون الحامض، هو هذا ملح الليمون اللي يسموه. راح اخلي نصف ملعقة طعام ملح الليمون شوية. لا خلي المعجون ايضا وأقلب هذه المواد مع بعضهم. هسه راح أغسل الرز وأضيف هذه المواد على الرز وأبدي ألف الدولمة وأحضرها. طبعا هاي وصفتي للدولمة. الملح أيضا راح أضيف لأنه نسيت أضيفه بالبداية، ملعقة طعام ملح الى ملعقة ونص حسب الكمية اللي كمية الدولمة اللي انت دا تسويها. انت تعرفين كمية الملح اللي راح تحطيها، فانا حطيت ملعقة ونص لانه الكمية يعني كبيرة اللي دا اسويها. طبعا بعد ما انتهيت من خلي كل المواد الخضروات مع بعض، غسلت الرز ورفعت المقلاة من النار وضفت الرز على هذه المواد وراح اخلطهم وابدي الف بالدولمة. عندي صارت جاهزة، رأسا راح أبدي ألف بس أخلطهم. إحنا مثل ما تشوفين عندي بصل، هاي دولمتنا العراقية، إحنا نحب البصل بالدولمة. هسه هذا راح أحشي بهذه الحشوة اللي سويتها. عندي هنا فلفل، عندي باذنجان، وعندي شجر أو الكوسة،
كلها محفورة جاهزة عندي ورق العنب. يعني الدولمة العراقية ما تقتصر على بس ورق عنب، تكل بيها الخضروات، أنواع خضرة نخلي بيها. بس راح أدي ألف ورق العنب، أخذ قليل من الخلطة هالشكل، خليها ألف بعدين ألف كل سهولة. أخذ ورقة ثانية هالشكل، بعدين راح اصفهم كلهم بالصيني بالقصدي يعني عفوا اصفهم كلهم بالقدر اللي عندي اللي راح اطبخ بيه الدولمة. بالشكل اخذ شجر او كوسة واحدة احشيها ايضا، لا تحشين يعني الكوسة والباذنجان لا تحشيها كلش، لانه الرز اعتيادي راح يعني يتضاعف حجمه لاجل ان يستوي الرز عندك هكذا مثل ما بتشوفي. فلفل، طبعا هو الفلفل شوية يعني يلزم ادخل الرز بالمكانات ابعد مكان. هكذا بعدين عندي الـ يعني الـ انا قطعته من فوق الفلفل، اقدر اسده بجزء من الفلفل. عندي البصل ايضا احشي نفس الطريقة، لا كثير، نصفه لانه راح ينتفخ الرز هالشكل. واصرف هذه المواد كلها بالقدر وارجع لكم ان شاء الله. عزيزتي هو هذا هاي الدولمة بعد ما انتهيت من لفها جميعا، طبعا ما كفى قدر واحد، سويته قدرين لانه ما اريد اضغط عليها كثير لاجل ان تستوي ولا يعني يطاير الماء من القدر. هسه راح اخلي صحن ثقل على الدولمة هكذا، و اخلي لها شوية زيت لانه ما خليت تقعر القدر، زيت قليل من الزيت لانه لا تنسين هذه دولمة الزيت، وقليل من الليمون الحامض، الليمون ملح الليمون قليل مو كثير لانه وقت هنا ايضا قليل هكذا. طبعا شغلت الحرارة على النصف، هسه راح اضيف لها ماء مغلي، اخلي لها ماء يعني على قدر اشوف مثلا يصير نفس المستوى الدولمة بعد يحتاج ماء، وحرارة وسط لا حرارة عالية جدا حتى لا تنشف ينشف الماء من عدو وبعد داخله ما من يعني ناضج. اكو ناس تحب الدولمة ميامية يعني اكو ناس تحبها بيرفكت.
هالشكل يعني كلش مناسب. هذا هاي الكمية مع المي أغطي القدر، ونفس العملية القدر الثاني أيضا. أشوف كمية المي بعد يحتاج. أعتقد هذه صارت شوية زيادة، أقدر أزيد الحرارة حتى يعني ينشف المي. هكذا راح أنتظر إلى أن تنضج، بعدين أقلبها وأقدمها. عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والأخير لدولمة الزيت والخضروات بعد ما نضجت عندي. يعني أخذ الوقت بين النص ساعة وثلاثة أرباع ساعة إلى أن ما نضجت. هي هذه وصفتي، أتمنى تعجبك وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.